مسألة السفيرة إذا كان حديثنا سوف يبقى عند هذه الشخصية، أعتقد يعني التدخل السافر واضح جدا، حتى أنهم صاروا يمارسون، يخططون لنا ديننا، يخططون أعرافنا. يعني اليوم لما يعني عفوا ما أدري أستخاف أقول كلمة، ومثل سيد رشيد الله يعطي الصحة، هم يستخدمونها ويتحولون إلى مجتمع مثالي. زين، السؤال لما سيد رشيد تحدث بعبارة، هو وصف ما صنف الناس، وصفه فعلا كل من يتحدث ضد الدين فاسد، ما كلمة واضحة. يعني القرآن الكريم تحدث بالكافر والمشرك والمارق وهذه صفات القرآن يصفهم بالحمار بل هم أضل، البهائم بل هم أضل، يعني على كل. لكن ما يتحدثون اللي سوى ضجة على سيد رشيد وعلى كل متدين، ما يتحدثون على تلك التي تخرج بملء فمها تصف العراقيين بأنهم ذكور وليسوا برجال، أو تصفهم بأنهم يمارسون عفوا اللواط علانية، أو لا يتحدثون على ذلك الذي يجرح مشاعر الأغلبية عندما يقول أنه في النجف الأشرف يوجد كذا ويهين المقدسات. نعم. هذه عادة عندهم الكلمات، بس يطلع واحد منا يتحدث ويصف الأشياء ها بوصفها. أصلا وصف السيد كلش كان مؤدب، والله أولئك الذين وصفهم كان المفروض يعني ينالون ما يستحقونه، حيث أنهم يعني حتى عبارة الفساد فاقوها. لأن اليوم لما تطلع امرأة علانية بالإعلام تشتم الرجال، إذن هذه انسلخت من أنوثتها ومن أعرافنا ومن ديننا ومن كل شيء. هذه اللهجة ما كانت محمودة في المجتمع العراقي، أن تتحدث امرأة عن الرجال بهذه الطريقة، من عارض ما كان هذا موجود أبدا. هذا استهتار علانية، استهتار وعملية عفوا انقلاب على قيم العراقيين وعلى تاريخ العراقيين. هذا استهتار فاضح، وكل من يسكت على من نشاهده الآن إذا كان بالإعلام أو بالمدونات أو بما يسمى بالفتح الجروبات فهو عفوا يعني أقرب إلى الدياثة، فقد انتزعت منه الغيرة والشرف والناموس. والله غيار ويحب الغيارين.